أكيد الجو الأسري المريح يأثر بشكل إيجابي، وعكس الجو الأسري القلق يأثر بشكل سلبي. إحنا دائما لما نجبدوا مواضيع الدراسة والمدرسة والامتحانات الرسمية، مسكين الأب دائما مظلوم، ما يتذكرش أبدا، ما يتذكرش، يحصل له تقصير في أكله، في شربه، في نومه، في راحته، يعني كلش معليش. هو حتى هما أولاده، حتى هو يعني راهو جزء من العائلة، بصح راني ملاحظة دائما تقولك أنا وولادي ما وليتش نطيب، قلت له جيب لنا دبارة، طيبت عجين ولا حاجة اللي ما تديليش وقت. بصح هي فترة الامتحانات طويلة يعني، ونعرف أنا الآباء ما عندهمش هذاك الصبر الكبير باش يقدروا يتحملوا هذه. لهذا يعني ننصح الأمهات يكونوا موازنات في الحاجة هذه، باه تتحصلي على هذاك الجو المريح، ما تقصريش ياسر في حق الأب اللي هو الزوج. ما تقولش يعني الأم هي تعطي الروح الحق، تقولك راهم أولاده يعني أكيد حتى هو رح يحوس على مصلحتهم، صح، بصح مش على حسابه لفترة طويلة، مش على حساب الأب لفترة طويلة. يعني على بها ماذا بيه الأم تكون متوازنة، ماذا بيه تكون جلسة أصلا، ياريت نوصل لهذاك المستوى قبل الامتحانات المصرية، تكون جلسة بين كما نقولوا الأم والأبناء، رقم رانا مقبلين على فترة من الامتحانات، أنتم عاونوني باش أنا نقدر نقوم بواجباتي بينكم بين باباكم في نفس الوقت. كيف الأب أنت واش تقدر تدير لنا، كيفاش تقدر تعاوننا، والأبناء أنتم واش تقدروا تديروا، الأم هاني أنا واش ندير. هذه الجلسة رائعة جدا، تعطينا جو، تحسسنا بالمسؤولية، تحمل الأولاد المسؤولية. لما يشوفوا الأب واش راهم ضحي، يشوفوا الأم واش راهي مضحية، يحسوا بالتعب، تعب صح. لما يجي الامتحانات شغل كأنهم الأولاد بطريقة بأخرى، احنا ما قلنا لكمش قرونا والله يخلونا على راحتنا عادي، أنت قومي بأدوارك كأم وزوجة، هو يقوم بدوره كأب وزوجه، احنا خلونا عادي. ماذا بيهم الأهل ما يلهوش بيهم، بصح هما مش عارفين صلاحهم. على بها دائما تقول لك راه فترة الامتحانات الأب ديما مشنف، ديما يعارك، يدخل غضبان قلقان، يزيد عليا في الطلبات نتاعو، اغسلي لي، ديري لي، مانيش عارفة، وانا نقري في الولاد، تحدث هذيك الصدامات وهذيك الشحنات. لماذا بينا ما تكونش في كما نقولوا في المراحل المصرية، لانه الطفل في هذه المرحلة شئنا ام ابينا يحتاج الى بعض التركيز والكثير من الهدوء باش يقدر يركز يكونسنتري مع المعلومات اللي تحصل عليها باش يخرجها في الوقت المناسب. لهذا المرحلة هذه ننصح أنه نوفر الجو المريح. كل مرأة هي تعرف طبائع زوجها، حتى ما وصلناش أنه درنا جلسة ولا قعدنا، بصح أنت ما تستثيريش السلوكات اللي ماهيش مليحة فيه، ما تخليهاش تخرج بسلوكاتك العادية. يعني ما تلاشيهش كما نقولوا بلغتنا العامية، ما تحطيهش على جانب بحكم أنه مدام أولاده يعدوا هو لازم عليه حتى هو يدخل معنا في حالة طوارئ. لا، طوارئ معليش، هم أولاده بصح هو عنده ثاني مسؤوليات أخرى، ماذا بينا يعاوننا نعاونوه، باش يريحنا لازم نريحوه. على ننصح الأمهات كوني موازنة، وركي تقدري بإذن الله، إن شاء الله ركي تقدري باش توصلي للحاجة هذه.